الله الله الله، على نور رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله. عشاء نجم الجماهير في كل مكان، أهلا بكم، يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم في هذه الأيام الطيبة المباركة، العشر الأواخر من رمضان. بلغكم الله ليلة القدر وتقبل منكم الصيام والقيام وصالح الأعمال يا رب العالمين. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين محمود عبد المنعم كهربا، اللي أنا قلت لك عليه في اللايف اللي فات إن في ملعوب لإيقافه وعدم مشاركته في مباراة السوبر القادمة في الإمارات العربية الشقيقة، حفظها الله حكاما ومحكومين. ماشي، النهاردة كهربا زهق وطهق ومبقاش طايق نفسه، وجاي له عروض خيالية من الخليج للإعارة لمدة 6 شهور لمدة موسم، حاجات بالشكل ده، والإعارة دي هيستكمل فلوسها في استكمال الغرام. قلت لك قبل كده الوحيد في مصر اللي قال إن الغرامة ناقصة 600,000 دولار، قال لك يطلع والاهلي يتنازل عن حقه المالي وهو كده، بس الموضوع ده يخش يعني الترتيبات الجاده بعد نهايه الدوري، بعد نهايه الدوري وحسم بطوله افريقيا. لكن جاله عروض جاده، ناس اتكلموا مع مسؤولين في النادي الاهلي محترمين وكبار ومؤثرين، قالوا يا جماعه موضوع كهربا ده احنا نحله لكم. ازاي يا عم؟ مش الغرامه ناقصه كذا؟ اه طب ما احنا ناخده بكذا. تخيلوا بقى ان جاي في الموسم 2 مليون دولار. سبق له قبل كده اللي خدهم من اتحاد جد، لكن دلوقتي 2 مليون دولار بسم الله الرحمن الرحيم لاعاره كهربا لمده موسم. هيفوقه، هيحل ازمته كامله، هيبقى بقى هو كمل باقي الغرامه، الدنيا خلصت وكده. هذا العرض الجاد انا اللي بقول لك عليه من دلوقتي، انتظر اعاره محمود عبد المنعم كهربا في الانتقالات الصيفيه المقبله بشرطين. اذا نجح الاهلي في الحصول على مهاجم قوي ومميز لدعم خط هجومه، 2 إذا وافق محمود كهربا على الرحيل. ليه؟ محمود كهربا يقول لك أنا بحب الأهلي وبحب جمهور الأهلي. الحالة اللي أنا عايش فيها مع جمهور الأهلي دي تساوي عند كنوز الدنيا كلها. أروح أحترف بره ليه وكده وبتاع؟ ده أنا يكفي الناس ومقابلتها ليا في الشارع وفي إشارات المرور وفي كل مكان بذهب إليه. يكفي الدعوات اللي وحالة التعاطف الرهيبة اللي أنا بجدها على السوشيال ميديا وفي كل مكان كده يعني. فالراجل يعني قال لك يعني أنا مش مستعجل على الاحتراف، لكن لو دي هتحل الأزمة هنشوف. فالكلام كله هيبقى جد بعد باذن الله تعالى نهايه بطوله الدوري الممتازه التي سوف يحسمها الاهلي مبكرا باذن الله تعالى. ماشي زي القطر اكسبريس، سموحه هتتاخ، ما تقلق سموحه هي تخص، احمد سامي يرصهم ورا ما يرصهمش، لا هياخد له 3 على الاقل بالشيف. اهل التلاتات كله شرباه، وفي روايه اخرى اهل التلاتات سكر بنبات. الله اكبر. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين جد الحسن جد الحسين. خبر من العيار الثقيل ينتظره عشاق الفانيلا البيضاء والحمراء وكافه الوان انديه الدوري الممتاز. الاحد باذن الله تعالى في مجلس الدوله الجميع ينتظر الحكم في قضيه عزل مرتضى منصور من رئاسه نادي الزمالك. 4 قضايا مرفوعين من الاتي اسمائهم: دكتور عبد الله جورج عضو مجلس الاداره السابق، دكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس الاداره السابق، هاني شكري عضو مجلس الاداره السابق، ابراهيم سعيد عضو الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. تقرير هيئه المفوضين صدر يوجه اللوم الى الجهه الاداريه والى وزاره الشباب والرياضه ان هم ما خدوش قرار بناء على القانون واللوائح اللي بتكفل لهم اتخاذ القرار. المفترض تاخد القرار واللي متضرر هو اللي يلجا للقضاء. لا انت قلت القضاء ايه، خد انت القرار يا عم. انا يا عم انا قاعد هنا مبسوط كده ومرتاح كده، خلص امرك وقول لي يا وزير انت ما خدتش القرار ليه؟ يا وزاره الشباب ما خدتش القرار ليه؟ يا جماعه كده. فطلع تقرير هيئه المفاوضين يوجه اللوم والعتاب الى وزاره الشباب والرياضه في عدم اتخاذ قرار بعزل مرتضى احمد منصور رئيس نادي الزمالك. والسبب هي الماده 41 وصدور حكم عليه مقيد للحريه. كل الناس هتنتظر كلمه القضاء باذن الله تعالى، قضاء مصر العادل الشامخ غدا الاحد باذن الله تعالى، يعني صباحا باذن الله. وكيل هؤلاء المدعين ضد رئيس نادي الزمالك الحالي والذين يطالبون بعزله من رئيس نادي الزمالك هو الدكتور كمال شعيب. دكتور كمال شعيب بصراحه محامي قدير جدا 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 جدا، لجأ اليه
ممدوح عباس والحاج مجدي العتال وهاني العتال واسطوره اليوتيوب وعالم ما وراء البحار اونكل ابو المعطي زكي، وربنا جعله سبب في انصاف، ربنا جعله سبب في انصاف، محامي قدير ومميز جدا للغايه، ربنا يوفقه ويرزقه الفتح ويرزقه كده الخير كله هو وكل اعضاء هيئه مكتبه. بصراحه يعني انا بحبهم كلهم، تعبوا معايا جامد جدا 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 جدا، لا كلوا ولا ملوا ولا عملوا اي حاجه، بس ما شاء الله تبارك الله يعني ربنا يحفظه. فالقضيه بكره كده. طيب انا السؤال اللي سالته لاحد المسؤولين الكبار المحترمين، ماذا بعد الحكم؟ قال لي واحد، وزير الشباب والرياضه تعهد بتنفيذ الحكم، ما ينفعش ما ينفذش الحكم. ليه؟ ده اصلا تقريبا المفاوضين بيقولوا انت ليه ما عملتش؟ ليه ما طلعتش قرارك؟ ليه ما مارستش صلاحياتك؟ فبالتالي يبقى ازاي ما ياخدش قرار؟ فبالتالي لو ماشي هيعزل مرتضى، مين بقى المجلس بقى اللي يحصل؟ هل المجلس ده كله يروح ويستقيل ويقول لك لا احنا مش موافقين على عزل مرتضى واحنا جينا مع بعض نمشي مع بعض؟ يبقى خير وبركه، تتشكل لجنه لاداره نادي الزمالك ليحين ما يجي اقرب جمعيه عموميه، او حسب ما يرى السيد الوزير يقول لك لمده سنه مثلا، يعني لانه هيعمل لجنه بقى، او اثنين يظل المجلس كما هو بتشكيله الحالي ويتم اختيار فيه واحد قائم باعمال الرئيس. مرتضى مش في السجن، بره قاعد في البيت، يقعد مع سليمان ودان، تعالى يا عم سليمان عامل ايه اخبارك ايه بتاع، اعمله واحد اثنين ثلاثة اربعة، في النادي يخش النادي عادي ويخش مكتبه عادي ويخش الدنيا عادي وهكذا يعني. ده توقعات. ليه؟ لان لا يوجد احد في مجلس اداره نادي الزمالك يمكنه ان يرفع عينه في رئيس النادي ها ويقول له لا انت بقيت بره، لا مفيش، ده كله جايبهم والله ما اعرف اسمائهم كلهم. يعني اعرف كم واحد منهم كده بس. سليمان وهدان ده والله كنت قاعد في مكان وقالوا لي انت عارف انت قاعد جنب مين؟ قلت له انا ما اعرفش. قالوا لي ده سليمان وهدان عضو مجلس اداره الزمالك، قمت قايم سايب المكان كله وماشي. ما كنتش اعرفه اصلا، يعني ما كنتش اعرف ان في حد اسمه سليمان وهدان موجود في المكان ده، الكلام ده طبعا قبل حبس مرتضى، فبالتالي ما كنتش اعرفه والله، وده ليس تقليلا من شخص وفوق راسي وربما احسن مني عند الله. لكن انا بتكلم على يعني ما حدش في مجلس الاداره له الكينونه وله الصفه ان يقدر يواجه مرتضى. فالعزل حتى لو تنفذ شكل المجلس ايه والسيناريو ايه هو ده الذي يتم بحثه الان في اروقه مبنى وزاره الشباب والرياضه في العاصمه الاداريه الجديده. الوزير نقل هناك بس تعال بقى يقعد ايه في مركز التعليم المفتوح في اللي قدام اتحاد الكوره، ساعات يقعد في الاستاد، ساعات قلبه يحن على مبنى الوزاره القديم امام نادي الزمالك. فما نعرفش ايه اللي يحصل بكره، لكننا جميعا في انتظار الحكم وتداعيات الحكم. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. لعيبه الاهلي دي لعيبه رجاله بصراحه، يعني حتى اللي ما بيلعبش منهم واللي ما بيشمش الملعب برضه لا يستطيع ولا يجرؤ ان هو يزعل جمهور النادي الاهلي العظيم. انت قصدك مين يا عم ابو المعاط؟ قصدي ايمن اشرف. ايمن اشرف اللي ما شمش الملعب هذا الموسم تواصل معه، ده انفراد خلي بالك، تواصل معه امير مرتضى احمد منصور المشرف على كرة القدم السابق في نادي الزمالك، واللي دلوقتي ماسك المنسق الكورة تقريبا، مش عارف البوزيشن بتاعه دلوقتي يعني. تواصل معاه وقال له أيمن، قال له حبيب قلبي أنت كان يحق لك التوقيع من يناير يا أيمن؟ قال له آه. قال له طب عايزين نقعد مع بعض نتسحر ونشوف إيه طلباتك لارتداء الفانيلا البيضاء في الموسم المقبل. أيمن أشرف رد بكل أدب واحترام و قال له يعني انا دلوقتي على ذمه نادي؟ قال له اه بس يحق لك التوقيع، يعني احنا نقعد نتكلم، يعني يحق لك التفاوض من الان، فتعالى نقعد نتكلم. ايمن اشرف لعيب خبره ولعيب ذكي وتربيه الاهلي. قال له واحد انا دلوقتي على ذمه النادي فما اقدرش ان انا اقعد دلوقتي، عاوزني نقعد بعد نهايه الموسم وبعد ما اشوف الاهلي قرروا ايه. الاهلي قرروا إيه؟ ورفض ايمن اشرف الجلوس مع امير مرتضى احمد منصور للتفاوض على ارتداء الفانيله البيضاء بنهايه الموسم. ده ايمن اشرف اللي ما شمهاش السنه دي. ايمن اشرف اللي ما شمهاش، شوفوا التزامه وانضباطه وحبه وتقديره للنادي الاهلي. ده يقول عشان لما حد يقول لك المبادئ والاخلاق، هي دي المبادئ والاخلاق. هم دول ولاد الاهلي. اه يحق له التوقيع وما لعبش والراجل مش حاطه في حساباته وكان من حقه انه يروح يمضي مع اي نادي. لكن هو قال لك ده يتخذ ذريعه لزعزعه استقرار الفرق وهي داخله على ماتش الرجاء وهي بتفنش دوري وهي داخله على مباراه سوبر. قال لك لا مش انا اللي اعمل كده، مش انا اللي اخون النادي الاهلي ولا بيع جمهوره العظيم. دي حركه حبيت اقولها لان ده امر يحسب لايمن اشرف بامانه. ليه؟
في لعيبه ما يتصدق ان الزمالك تشاور لها وهي في الاهلي فيجروا. الثقافه دي انتهت بعباره واحده فقط وبفعل واحد فقط. اما العباره فهي انا زعلان عليهم مش زعلان منهم، التي ذكرها الاسطوره كابتن محمود الخطيب بارك الله في عمره ومتعه بالصحه والعافيه. اما الفعل فهو انتقال رمضان صبحي ابن النادي لبيراميدز ورفض النادي الاهلي للمغالاه في هذا الامر، وتعامل ورد فعل جمهور النادي الاهلي دلوقتي الرهيب اللي رافض ان رمضان صبحي يرجع. ده درس. عشان كده لما بقول لك في ضغوط دلوقتي على الاسطوره انه يرجع رمضان صبحي بعد السلام والمصافحه والمصالحه مع الكابتن اكرامي، بقول لك ده الاهلي اللي لما حصل الموضوع ده خوف الناس كلها انها تاخد اي فعل او اجراء. هتروح تقعد، وبعد ما تقعد هتتصور، وبعد ما تتصور الصور هتنتشر. هتنتشر امتى؟ قبل الصور بيوم بيومين، حاجات بالشكل ده. فبالتالي ده امر هو رفضه جمله وتفصيلا. ليه؟ لانه لعيب اخلاق ولعيب محترم ولعيب يقدر قيمه النادي الاهلي العظيمه، وفي نفس الوقت مش صغير، عنده خبرات يقدر يوزنها في دماغه ويقدر ان هو يحكم الامور بقوه. وبالتالي تحيه الى ايمن اشرف في هذا الدرس القوي الذي وجهه الى مسؤول زملكاوي لانه فاهم اللعب. انت زملكاوي تقول لي ايه الزملكاوي؟ يقول لك احنا هنعمل بايه بايمن اشرف؟ الفكره فكره اللعب في دماغه، فكره زعزعه استقرار الاهلي، فكره البحث عن نصر زائف امام جمهور نادي الزمالك. احنا هنجيب نجم الاهلي وكان لعيب دولي وبتاع وكولر ما بيلعبوش، لكن يجي عندنا يتالق ويبدع، واكم من لاعبين تركوا القلعه الحمراء واستمروا في اللعب لانديه اخرى وهكذا، ونشغل الاسطوان والمانشيتات تطلع نجم الاهلي يوقع للزمالك، الزمالك يخطف نجم الاهلي الدولي وهكذا. لكن بامانه يعني انا بحيي ايمن اشرف على رد فعله، وبحييه على حكمته في اتخاذ القرار الصادم لاداره نادي الزمالك. حبيب قلب، لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين صلى الله عليه وسلم. عاوز اقول لك ان نادي الزمالك بعد خساراته المتتاليه للبطولات في الالعاب الجماعيه سله وطايره ويد وكده وبتاع، عمال يفتش في الدفاتر القديمه. قال لك بقى كوماندوز اليد في الزمالك يخسر دوري وكاس ويروحوا للنادي الاهلي ليه؟ ازاي الخطيب؟ ايه ايه يا خطيب اللي انت عملته ده يا خطيب؟ خلي في قلبك رحمه يا راجل. طب سيب لهم اي بطوله؟ لا ما بيسيبش. هو ده الانتقام الحقيقي، انك تشتغل وتجتهد. وخدوها مني درس، اي حد يتعرض لك في حياتك اعمل نفسك مش شايف ولا كانك شايف، هموس وركز في شغلك وجودتك. هو ده اللي عمله بيه، ركز في الشغل والجوده والتميز، والنصر جاله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نادي الزمالك عمالين يحسبوا، فدلوقتي رايحين يرموها على مدرب كره اليد ماثيو جيرالد. قال لك هو السبب في ضياع الدوري والكاس لكره اليد بعد ما الاهلي كسب امبارح الكاس. يعني ده يعني ليه يعني؟ هو ده المسؤول. قال لك هنمشيه ونرجع السبك. قلت لهم يا جماعه ده السبك ده بتاع افلام. قال لك لا، في الكابتن باسم السبك ده راجل مدرب محترم. قلت لهم وايش يعمل السبكي في فرقه ما بتاخدش فلوس ولا مستحقات؟ هيدفع لهم من جيبه؟ هيجيب لهم من جيبه يعني الراجل؟ ما اللعيبه ما بتاخدش حقوقها الماليه. تبدع ازاي وتتالق ازاي وتنجح ازاي في هذه الاجواء؟ صعب جدا يا رجال، صعب جدا يا اخوان. قالوا لي والله يا اسطوره هو ده الموقف الحالي، ان الزمالك هيرجع باسم السبكي لكره اليد، وهيقيل المدرب بعد الفشل المتتالي والموجع والمؤلم له في بطولتي الدوري والكاس. يعني الراجل خرج من الاثنين والاثنين راحوا للنادي الاهلي. طيب عاوز اقول لك بس على ايه؟ بلاش خليها اقولها لك في السحور ان شاء الله، انفراد روعه كده اقوله لك في السحور. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي. ادعي لنا، دي ليله فرديه يا بيه، ليله فرديه، ادعي لنا ربنا يرضى عنك ويرضيك. دمتم في امان الله، سلام عليكم.